مباراة المكسيك اللي سألتنا عليها، الفريق المكسيكي مثل ما قال لك الكابتن أحمد البارحة يعني أثرنا هاي النقطة، في مباراته مع الأرجنتين ما كان ناوي يعبر السنتر، يعني حاسب طريقه للوصول المباراة الأخيرة، ولذلك راد ما يخسر، وحسن بطاقته عندنا، راد ما يخسر ويا الأرجنتين بأي ثمن في سبيل شنو المباراة الأخيرة تكون يعني مريحة له، يقول لك أفوز أنا حتى أطلع أول على المجموعة ممكن، لأن يصير عنده 5 نقاط، وبالتالي الصورة اللي يتكتل بها الفريق المكسيكي حجمت الفريق الأرجنتيني، شفناه يدور كرة لكنه المنافذ يعني جدا صعبة. فمباراة حقيقة المكسيك أنا أشوفها لا هي سهلة ولا هي صعبة، في متناول اليد إذا استطاع الفريق السعودي أنه يحاول قدر الإمكان أنه يركز، والمطلب الحقيقي شلون نقدر شو نسميه هو يعني بإيدك، في إذا أديت إذا قدمت تدخل مباراة المكسيك للفوز ولا للتعادل؟ هو شوف يعني التعادل أولوية مو نتيجة مضمونة، التعادل مو نتيجة، أنت خسرت مباراة، أنت لو متعادل ويا بولندا أنا أقول لك التعادل لا، شلون لعبوا المكسيك ذهنية اللاعبين تقول لهم اضمنوا لي التعادل على الأقل أو تقول لا أبغى الفوز على لا هو الفوز أكيد أنت تدخل تفوز بالدرجة الأساس، بس هي النقطة ليست سيئة يعني ممكن بال4 نقاط تعبرك، أنا بدي أتكلم على أسلوب اللعب اللي لا أضغط عالي وافتح الملعب، لربما الفريق المكسيكي يعني ممكن يتفوق عليه في عملية بناء اللعب من الخلف، في عملية حيازة يعني الكرة في منطقة الوسط، فريق المكسيكي عندهم أجسام جدا قوية، لعبة بمنطقة العمق والمناولات القصيرة، حاول يستحوذ يعني شفناه لأكثر من مباراة هذا ستايله باللعب، ما عنده مهاجم فعال على مستوى عالي نقدر نسميه خطر جدا، لكنه هو يعني يلعب كمجموعة، فالدفاع بمنطقة الوسط والارتداد للهجوم السريع أنا أعتبره أسلوب ممكن الفريق السعودي يستخدمه في مباراة الغد، أفضل لا أتكتل بعيد عن مرمى الخصم بساحتي ولا أدافع عالي في منطقة الوسط وحاول من أستلم الكرة ارتد للهجوم.